يلا بسرعة اوريكم احنا عملنا ايه. بصوا كده حاجة على السريع، ده ناصر طبعا انتوا عارفينه. اسكندرية، حد عارف احنا فين؟ حد عارف دي منطقة ايه؟ ايه يا عبد الله، فاضل قد ايه على المليون؟ بس هانت مش هوريك الا مفاجأة. لا انا عايز اعرف اهي. شفت كام؟ شفت كام كده؟ ده كام كده قدامك؟ اه كام؟ 999,000 مشترك. فاضل حوالي على فكره 5، بس مش عارف اجيبها. احنا كنا في البيت كنا جبناها باللاب. ايه يا ناصر؟ بقيت مليون؟ يلا قول يا رب. يلا اتك واحده ريفرش، يمكن انت اللي تجيبها. ها شد الشاشه كده. 999. قول يا رب يا رب. طب انت بتصوت ليه؟ قول يا قول ايه؟ مش عارف انا خايف ليه. بقيتوا ايه؟ اوه هي هي. استني ده كمان من جوه عدل. ولا شغل ايه؟ نانسي. بابا نانسي. استني. ايه ده؟ ده عدى المليون. يلا قولوا مبروك. ولا عدينا مليون. مبروك. جينا نحتفل في اسكندرية انا وانت. تمين المليون والبحر. ايه؟ طب بص المليون اهو يالا، المليون اهو يالا. هتحط لي بابا بقى. الله، اعملهم كده اهو، اعملهم كده. تعالوا معانا بقى نكمل باقي الاحتفال. يا عمو يا مسا، بتعملوا ايه؟ انت اللي بتعمله. شوف جوز البلح ده. احتفال المليون هو بلح؟ افتكر البلح. ولا تيجي نعلق البلح. خد يلا. امسك يا عبد الله. يا ناصر، تعمل ايه يا ناصر؟ ثقة بالله، بصوا هنخربها حالا. اللي اتقالوا بس في دمار جاي حالا. خمس دقايق هتلاقيهم كلهم ناموا عشان مطبقين. ناصر انت كمان مطبق. ناصر بص تعمل ايه يا جماعه؟ احنا عشان هنتم الواحد مليون هننفخ مليون مليون بالون. والله العظيم اللي كانوا مع البراون. ايه يا معلم؟ امبارح ما ضربه ولا لفهمش عقلك. لا يا عم بس بتعمل ايه اصلا انت كمان؟ جون. ده جون يا ناصر؟ ناصر يلا مش اسرع واحد يعمل بالونه. لا بس بعد ما نخلص الاحتفال بتاعي هنعمل احتفال مصطفى عند واحد متابع. اللي عمل الفول. واحد اللي عمل الفول. ادينا والله الغي. افضل كل الاحتفال. والله ما يقدر خلاص. ساعتنا يا سيدي. ولا يلا فين الضحكه هنا؟ اضحك يلا اضحك. ناصر شغلي يلا قول شغلي ايه؟ ما بنامش. والله يا صبري مش عارف اربطها. اعملها على سبعه.
عبد الله بينفخ بنفسه يا جماعه. ناصر لازم يتعب في السيشن عشان يحس بيه. احنا تعبنا ومش زيكم. احنا بنفخ بالليل. امسح الحته دي. انا بندب اي حد بيروح بالليل. احمد قول كلمه. كلمه. الله. ناصر يا تعمى. ويلا نبدا حفله المليون. حفله المليون. ولا ناصر. علي صوتك. مليون. مصطفى مصطفى فوتوغرافر بتاعنا يا جدعان. جهازه يا جدعان في عظمه بتتعمل. طبعا ده ناصر وعمه احمد اخويا. اليوم شكرا. يلا يا ناصر جاهزين. يلا جاهزين. يلا تعالى نقرب عنا شويه. اولا قبل اي حاجه شكرا ليكم انتم بجد والله شكرا ليكم. انتم جزء كبير قوي قوي من اللي احنا عملناه. طبعا مش هقعد اقول بقى احنا واحنا وعظم في نفسي انا وناصر. العظمه لله وحده. بس انتم يعني بعد ربنا اقسم بالله سبب كل اللي احنا فيه. فيلا مع بعض نبدا ومش هقعد بقى اتكلم كلام اونطى كتير لان الكلام طالع من القلب بجد وكلمتين احسن من 10. يلا يا ناصر. يلا يلا قول لهم المليون. مليون. فين المليون اهو. قول لهم بص على المليون. تعال قول لهم بص على المليون. الله. يلا يلا هات احمد اسانيه. شد الستره دي شويه عشان المرايه دي انا ما اظهرش فيها. سدها بس على البلكونه بس كده عشان المنظر بتاع البحر في الفيديو جميل قوي. الله 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 الله. ناصر. طب الله 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 يلا ارقص يلا ارقص يلا. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. يلا ارقص يلا. ولا طب يلا 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 اطلع فوق. قوم قوم يلا يلا يلا. مين اللي عنده مليون يا ناصر؟ رص يلا ناصر. ولا رص انت. رص يلا رص يلا رص يلا يلا يلا. لا كفايه بقى كفايه كفايه خلاص. ايه قول لهم شكرا على المليون. إيه؟ ناصر بص اتابع إيه؟ بابا بص هنرمي بنات يا ناصر وهبص هنموت بعض حالا. بص يا ناصر بص بص لماما يلا بص لماما يلا شيلها حطها في بابا حطها لبابا يلا يلا العب يلا يا مراخير ومراخير ما جبتها. ارقص يلا يلا رجاله تعالوا رجاله يلا صوروا يلا بص يا مصطفى طب جنب الوقت الو ناصر. انا راح العب انا وبابا. يلا هنلعب احنا اهو. انت عايز تدخل بيه؟ والله ما تخيل. لا اسمعني يا اسطى انت الفوتوغرافر بتاعنا يا اسطى. طبعا الفوتوغرافر بتاعنا اهو فجهزه للانستا لان الانستجرام هينزل عليه حوارات في بوم. منور يا احمد. بابا بوظت شعري تيجي نعمل اللي هو يلا اجهزه اجهزهم. انت عندك مليون يا بابا. طب خد يا بابا خد يا بابا. ايه انزل بص يا ناصر البلح هيبوظ. البلح باظ البلح باظ يا ناصر البلح باظ. بس عبد الله بس عبد الله والنبي الناس هتشتمك في الشارع. استنى كده اما نشوف ايه الدنيا. الله اسكندريه. استنى اما نشوف الناس في الشارع هتشتم ولا ايه. عارفه يا مناصر انت لو صورتي ايه لو خدها مصطفى فوتوغرافر. الفوتوغرافر فوتوغرافر مات. يلا يلا يا عبد الله عشان يعني
عشان نرمي البلالين عند الكورنيش كده. يلا يا ناصر تعالى نرمي البلالين. يلا 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 خد دي يلا بينا نرمي. يلا يا احمد يلا يا احمد. ايه هات حبه هات حبه هات حبه نرمي ونشوف الناس بقى. لا بالراحه يا عبد الله. يلا كله كله كتير كتير. يلا ارمي 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 البلاله بمليون. خد يلا كمان المليون. يلا 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 كمان ارمي ارمي يا ولد بنا. اوبا يلا اوبا كمان كمان ارمي يلا يا ولد. يلا الناس كلها هنا. الله يلا 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 ارمي يلا يلا هاتوا بالونه كمان. اوبا بعد شويه بعد شويه. هات لازم ناصر. يلا ارمي ارمي ارمي. الله 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 الله. ايه فيا فيا لا كمان. يلا 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 اوبا. ايوه بعيد شويه بعيد شويه. لا شوفوا دي حكيتوا راجل حكيت اول ما ارمي البتاع بس بسرعه كده. بص 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 يلا اصبع 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 يلا اصبع. لا 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 ايه ده 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 ايه يلا فين؟ يلا معلم يلا معلم فوق فوق. خلي بالك خلي بالك ناصر اهي. طب بص يا بابا بصوا من هنا فين الضحكة الأول؟ لا فين الضحكة؟ اهي ناصر ناصر. أيوه يا عم بس ان شاء الله اجيب لك بالونة ورزقك. تعالى يلا الغزالة. يا يا انت بالونه. ها انت بالونه وانا بالونه. يلا جوا بقى عربيه عربيه. ما جت لي بالونتين كمان يا ابني. انت عايز تعمل حاجه يا اسطى يا اسطى. احب عليك مش حاجه هتتعمل خالص عشان بيعيط. يلا يا نفسي يا عاطر ربنا عايز. خد خد يا عم ما حدش يعمل حاجه. يلا 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 يعني انت مفيش خيال مفيش خيال اصلا. نزلوا طيب يلا ندخل جوه احسن. ماشي روح هات الكاميرا روح هات الكاميرا يلا. يلا هلا شفت يا لدينا نسمع يا رسل عملت عايزين يتفقوا عليا يا لا فنكتب لهم مليون. يلا يلا صورين بقى يا خلاص. ولا ايه شغل شغل ايه شغل شغل ايه قبول ايه كفاية بقى كفاية. انا عندك الحب ده لما اخلص جد ما تشوف سير ايوه عشان كده حلو. اه يلا قول المليون. يلا ولا بتعمل يلا في الستاره يا معفن. طبعا مش عايزين ننسى مجهود ام ناصر معانا. القناة بتاعتها هتنزل في الكومنتات. اه وقناة احمد اخويا برضه هتنزل فجهزوا. كانت احمد ده اهو موت احمد ده بس عليك عليا الحرام من ديني. لو اكتئب اعمل له انفولو هيكرهكم في حياتكم.
هينزل لكم هينزل لكم فيديو الكواليس برضو كله في الكومنتات تحت. قناة مامة ناصر وقناة احمد اخوي احمد ناصر هينزل لكم بالقناة بتاعته. بص بوم بوم ناصر اه بصوا هيطلع فوتوغرافر يا جماعة. يا نهار ابيض المزة دولة المزة دولة يا ولاد يا ولاد. يلا يا ناصر غني يلا يا جدعان. ناصر مغلبنا ازاي يا ابا؟ عايزين نصور ناصر. يلا نمشي يلا نمشي مش ناصر بس عايش الكلام. تعالى هنا تعالى امشي وراه الغي رحلتي الان. خد بس راح فين؟ خد يلا نطلع 30 في السيشن. تمام عبد الله ازاي وهصور السيشن لوحده؟ لا مصطفى فوتوغرافر وقع مش هيقوم تاني خلاص. راح فين يا مصطفى؟ راح فين يا ناصر؟ ناصر قول لي باي. طيب قول لي باي. بص لي بص لي بص لي راح في جنبه ده مصطفى وقع ما عادش يتساوى. وقع والله العظيم على الارض قالك ما بداش افضل قاعد. ناصر الحلاوة دي الشياكة دي خد يالا. ناصر الحلاوة دي الشياكة دي. مين اللي جاب لك الطعم الجميل ده يا ناصر؟ بص يا ناصر بص لي اهو بص لي بص لي. يلا مصطفى يلا اعمل كده 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 كده. بص لمصطفى وانت ماسكها يلا. بص مصطفى يلا ديانا ساعة قوي. يا عيني بصر مصطفى. بص ناصر ايوه الله خد البالونة يلا خد البالونة. يلا البس الجاكيت يلا يا مصطفى يلا يلا البسه يلا الجو تلج يلا يلا في هوا يلا يلا يا جدع كل يا جدع حرام عليك يا جدع انت اللي عبد الله بيحاول استاذ سامي بالله عليك انت مش هيروح امك هنكمل راح راح الرقم الصعب عمال استنونا في رقم 2. تعال يا ناصر فلوسي امسك الولد اهو امسك الولد فلوس راحت فلوسك يا صابر. خلي مخلص فلوسي اجيبها ايه؟ خلاص يا حبيبي خلاص يا حبيبي جيب ايه خلاص يا حبيبي خلص نفسك سمكه. مين اللي رماها مين اللي رماها؟ بص لي بص لي ناصر يا ده حرام عليك حتة مضلة حتة بقى اقطع الشطوط ديت وامشي بضهرك اكنك زعلان انت وناصر على الرقم اللي ضاع كده. وركز ركب فيها ليه؟ يا خسارة يا ميت خسارة البالونة وفلوسي خسارة يا ميت خسارة. خلاص عشان باسكة باسكة بتتفرجوا على ايه؟ ما خلاص يا جماعة ولا عشان اقول له مخلص فلوس هركز عليك كده. اه ده مخلص فلوس. فين فلوس بابا يالا؟ رماها في البحر. فين فلوس بابا يالا؟ رماها في البحر. يا خرابي يلا قول لهم باي.
برضه بهزار يا جدعان، زي ما قلت لكم في الكومنتات تحت هتلاقوا قناه مامت ناصر وقناه احمد اخويا احمد ناصر، كله ينزل يعمل لهم اشتراك بسرعه واجهزهم اجهزهم لان في مفاجاه. بس طبعا طبعا مش هنعرف نعمل فيديو من غير طبعا مش عارف اعمل جوائز في الفيديو ده خالص، الفيديو ده والله مضغوط جدا، فالفيديو الجاي بتاعكم انتم، الفيديو اللي ينزل بعد ده بتاعكم انتم، كله يكتب في الكومنتات عشان اختار كومنتات مفاجاه اختار منها هم اللي هيكسبوا، فالفيديو ده مضغوط، الفيديو الجاي هنختار. وشكرا انكم معانا، تعالى نصر عشان نختم الفيديو وانت معايا، يلا نختم الفيديو نقول لهم شكرا، نقول لهم شكرا شكرا انكم معانا، وعقبال حفله ال 2 مليون وال 3 مليون وال 10 مليون وهنخربها. الفيديو الجاي زي ما قلت لكم بتاعكم انتم، ماشي؟ فيديو بتاع مين؟ انزلوا اول كومنت تحت هتلاقوا قناه مامت ناصر وقناه احمد ناصر، كله يعمل لهم اشتراك واجهزوا للبوم، اجهزوا للايه؟ لل ايه بوم؟ قلت لكم بوم يعني بوم. ابنك لله ابنك لله مصطفى.